الطريقة الصحيحة لتسميد النباتات التانة المنزلية بقشور البيض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم مميزة. حلقة اليوم جبت لكم مكون عندنا في البيت التانة، وهذا المكون الفائدة تاعه للنباتات. كما راكم تلاحظوا قشور البيض. الطريقة الصحيحة لتسميد النباتات التانة بقشور البيض هي تجفيف قشور البيض طبيعيا، ما نوضعوهاش مباشرة في أشعة الشمس وما نوضعوهاش في الفرن، نتركوها تجف يومين أو ثلاثة ونستعملوها. هاد القشور لديها عنصر وهو الكالسيوم، وهذا العنصر يساعدنا للنباتات التانة تكون صحية وتساعدنا على الإزهار. الطريقة الصحيحة هي نجيب القشور التانة اللي جففناها في البيت في الدل، وبهذه الطريقة راح نطحن القشور حتى نردوها، يعني نجعلوها بودرة. بعد ما طحنا القشور التانة اللي جففناها يومين أو ثلاثة جفاف طبيعي في البيت التانة في الظل، تحصلنا على هاد البودرة. هاد البودرة هي اللي راح نستفادوا منها في النبات التانة. كاين بعض الأشخاص يستعملوا قشور البيض بدون طحن، لا يوجد فائدة لهاد الطريقة، كأننا لم نضع قشور البيض على النباتات. أحسن طريقة هي طحن البذور، يعني القشور التانة، بالمطحنة اللي عندنا في البيت ونتحصلوا على هذا البذرة. الطريقة الصحيحة لاستعمال قشور البيض على النباتات هي نجيب أي نبتة تكون عندنا في البيت التانة، نحسوها تعبانة أو بحاجة إلى أي فيتامين، ونوضعوا قشور البيض اللي طحناهم بهذه الطريقة. لكن يكون دائما التراب جاف، ما نكونوش سقينا النبات التانة من قبل، صافي نوضعوا هذه الطريقة قبل سقي النباتات. والآن نسقوا النبات التانة عادي. هذه الطريقة نستعملها مرتين في الشهر،
ودائما نستغلوا الفرصة لما نحبوا نسقوا النباتات تاعنا ونوضعوا قشور البيض على هذا الشكل، وراح تتحلل كلما راح نسقوها. لهذا نوضعوها بودرة، راح تتحلل بسرعة أحسن من أننا نوضع قشور البيض وما راحش نستفادوا منها بدون طحن. حلقة اليوم كانت على قشور البيض للنباتات والطريقة الصحيحة اللي نستعملوها للنبات تاعنا وراح نستفادوا منه. أي معلومات أي استفسار خلوها لي في التعليقات، وما تدخلوش عليا بجام وبالاشتراك وبتفعيل الجرس باش يوصلكم كل